ورجعنا لكم بعد دقيقتين. ما قلناش في اول الحلقه خالص بعد دقيقتين. دقيقتين يا جنه. طب ممكن يا جنه. جنه تراهني؟ اه ماشي. ازيك يا جنه؟ كويسه الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسه. طبعا انا عارف ان انت فنانه كبيره ومتعدده المواهب. اه ممكن بقى تعرفينا بنفسك؟ بس بصي طبعا لكاميرتك وعرفيها بنفسك وانت مين وبتعملي ايه وكل حاجه. حاضر. انا اسمي جنه اشرف الحلواني، مدرسة سانت ميري، وعندي 14 سنة. أنا فنانة شاملة وعندي مواهب كتير زي إلقاء الشعر والتمثيل ورقص الباليه والفاشن والغنى. أنا سافرت الطفولة على مستوى مصر والوطن العربي واخدة جائزة الإبداع الدولي، واختاروني من الشخصيات البارزة في 2019 من 6 منظمات دولية، وصاحبة مبادرة سندريلا الفن لتنشيط السياحة المصرية. بس كده؟ ما شاء الله. بس كده؟ بس بتجري ليه يعني؟ يعني ليه مستعجله؟ براحتها. هو ايه اللي براحتها؟ ماشي كل حاجه براحتها. ما انا عايزه تبقى براحتها يعني، انا عايزه ما تقولش بسرعه. طيب انت كمان بتقولي شعر؟ اه. والمفروض انت محضره لنا حاجه. اه. حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ كبيره. قد كده ولا قد كده ولا قد كده؟ ايوه كده. قد كده؟ هر ابيض. طيب براحتها. طب ممكن نسمع الشعر اللي هي بتقوله يا فنانه؟ الكاميرا كلها يا شوفي. شوفي الحب. شوفي الحب. هيا وفرح. فريده. هيا وفريده. طيب اتفضلي بقى كاميرتك، هي قول لنا مقطع شعر حزين مؤلم يخلي من الطبيعه تقلع. هقول شعر عن دار المسنين. حلو ماشي. عايزه تقف؟ لا مش مشكله. بتلم ليه الهدمتين والطرحتين والشبشبين؟ بتلم ليه الهدمتين والطرحتين والشبشبين؟ ما تقول لي يا ابني واخدني فين؟ على بيت جديد؟ ما انا ليا بيت. هو انا يا ابني اشتكيت؟ مش عاوزه يا ابني بيت جديد. البيت ده انا عشت فيه 50 سنه وقعدت فيه لما انحنيت. انا جيت عروسه صغيره معرفش غيره اي بيت. اسال بلاط الارض واسال كل حيط، مش عاوزه يا ابني بيت جديد. انا عشت يا ابني سنين هنا واتمنى اموت برضك هنا. افتح عينيا كل يوم واقفل عينيا كل يوم على فرشتي ومخدتي والبطانيه واللحاف، على ايد ابوك بتضمني في صورة الزفاف، بتدفي قلبي وتحضنه في سنين عجاف. في الاوضه دي، في الاوضه دي انا لسه عايشه ويا ابوك عمري اللي فات. اصل الحبايب لو سابوك بيعيشوا فيك بالذكريات. خليني يا ابني ويا ابوك اصحى وبات واشم ريحته في الحاجات واعيش معاه باقي الساعات. مين اللي قالك انه مات؟ مين اللي قالك انه مات؟ لسه البدل جوه الدولاب، جنب السرير اخر كتاب، نضارته اهي وعبايته اهي، ولسه سجاده الصلاه والسبحه فوقها منوره في سنين عجاف، ولسه بسمع ضحكته وسط السكات. انا عايشه يا ابني بحاجه ابوك متونسه وبدخلتك ويا العيال متونسه، وانا عارفه يا ابني ان خدتني البيت الجديد رايحه اتنسى، وانا يا ابني مش عاوزه اتنسى. خليني يا ابني وسطهم، قدرني واحده منهم، اصحى وبات على حسهم باقي الزمن. وما هوش كتير صدقني يا ابني، ما هوش كتير. انا مش هعيش قد اللي عشته ولا نفسي اعيش بعد اللي شفته. كمل جميلك واستر الباقي في حياتي. انا عمري يا ابني قصاد عينيك فرطت فمي او حماتي. ان كان ده مني في يوم حصل ده انا كنت اقول باخد جزاتي. ما تقولي ايه خلاني يا ابني اهون عليك وسحبني ويا الابنتين، راح تسلمني في ايديك فرطت فمك قولي ليه. انا عمري يوم فرطت فيك؟ وان كان على ضيق المكان ما قلتلك خد السرير، وان كان على ضيق المعيشة ابوك سايبلي معاش كبير. قسمته يا ابني من زمن، النص ليك والربع مصروف العيال والباقي مصروف الدواء. لكن خلاص، لكن خلاص وحياة عينيك ما عاد هيلزمني الدواء. خد المعاش، كل المعاش، لكن بلاش، لكن بلاش احس اني ربيتي فيك. راح ببلاش، راح ببلاش. الله. شوفي كله بيسقف لك اهو.
القمر ده. ميرسي لحضرتك. في ايه مالك؟ اهدي يا شادية مالك؟ شوفي جننت البنت اللي حلتنا. خلاص يا رحيق. ده بصي كانت هتعيط. انت خليتنا احنا الاثنين كنا هنعيط، احنا متأثرين جدا اصلا. طب احنا معانا التليفون. الو؟ الو؟ انكل علي؟ الو؟ ايوه. استاذ عمرو معانا؟ اه يا حبيبي. مساء الفل. مساء العسل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام حبيبي. منورنا والله. نورك يا حبيبي. الله يخليك. حابب اهنيك على البرنامج الجميل ده والاطفال اللي زي العسل اللي معاك. الله يخليك. ودايما من نجاح لنجاح كده حبيب قلبي. يا رب يا رب. ويا رب نشوفك كده في احسن حال على طول، واستمر عشان انت هايل. الله يخليك، كتر الف خيرك. سلم عليا. طب سلم على الغلبانه دي وعلى الضيف عشان الغلبانه دي زعلت. لا ورحيق. رحيق زعلت. مبدعه بصراحه وربنا يحميها يا رب ويخليها لاهلها. معانا برضو الفنانه الكبيره جنه. سمعت الشعر؟ جنه طبعا منوره. الشعر يعني اتقلت انا من الشعر ده. ربنا يخليك. اه بص بدأ ياخدوا مني الشهرة اهو. ماشي. لا لا انا على حضرتك حبيبي. شكرا شكرا لحضرتك، وانا اتشرفت جدا بمكالمتك. العفو حبيبي. الف الف شكر. الف شكر يا استاذ عمرو. ايه الحلاوه دي؟ ميرسي. يعني انت يعني طب اقول لي طب اقوم اتشقلب انا طيب ولا اعمل ايه؟ بجد انا مبسوط. في اغنية زي ايه؟ فرح. لا مش محضرة النهارده اغنية، ان شاء الله قريب هيكون في هسجل ان شاء الله. طب قولي لي بقى احلامك ايه وطموحاتك ايه بسرعة؟ انا نفسي اطلع دكتورة اطفال قوي. الله. وبس وانا صغيرة دلوقتي يعني نفسي ابقى ممثلة وانا صغيرة. اما لما اكبر هطلع دكتورة اطفال ان شاء الله. طب هتعلمون بقى بالشعر وكده ولا ايه؟ لا اكيد نفسي الديكور، فخليني اعمل لك الديكور بقى. الله ده انتوا هتعملوا بيزنس بقى واحنا قاعدين كده. طب جنة قولي اسألك سؤال. اساليني. انتي لا سألته لك قبل كده. لا سألتيه لفريده. اوه سألتها لها قبل كده. لا ما سألتهولهاش. لا سألتها. ما سألتلهولهاش. لوين؟ سألتها لها. اه سألتلهولك. انهي سؤال؟ طيب قولي لي توجهي ايه للناس؟ يعني اختملنا كده بحاجه صغنونه جدا تقوليها للناس. انا هوجه رساله لامهات الاطفال الموهوبين. طيب استني بس الاول معانا استاذه جميله. استاذه جميله. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة أشارك في البرنامج، فأنا الصراحة شفت الشعر بتاعها وعجبني جدا. نعم؟ شفت الشعر بتاعها وعجبها. ألو. سمعت الشعر بتاع جنة. أه الصراحة تحفة جدا عجبني. جميل جدا. ميرسي ميرسي. أه. يا رب تكوني اتبسطت كده وإن شاء الله بقى تتابعيها على طول بقى. والله أول مرة أشوف البرنامج والصراحة حبيته وإن شاء الله هتابعه على طول. طيب وطي التلفزيون عشان تسمعينا. أه ثانية واحدة. انا مبسوط ان انت اول مره تشوفينا، ومبسوط كمان ان الشعر بتاع الفنانه والله الجميله اكتر والله جنى عجبك، والف الف شكر ليكي، وتابعينا بقى دايما في الموسم الجديد السنه الجديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. والبنوته رحيق دي حلوه جدا ان شاء الله ما شاء الله عليها. ربنا يخليك. ماشي شكرا شكرا جدا. ومعنا مكالمه ثانيه. نعم عندنا مكالمين. ماشي لو جت مكالمات هخش بس في الوقت المناسب يا فندم. انت هتعدلي عليا من دلوقتي ولا ايه؟ ماشي ما هي تتكلم وناخد مكالمه. طيب حاضر. بصي كل ما تيجي فرصه هناخد مكالمه خلاص عشان بس الضيفه تتكلم. طيب اختملنا بحاجه حلوه قصيره برساله كده تطلع من فنانه شعر من قلبي اللي يعجبك اللي زي ما انت عايزه. عايزه شعر؟ انت حبيت الشعر بتاعها خلاص؟ انا ممكن اقول شعر على عن الرسول عشان اسئله الرسول عليه الصلاه والسلام. طب قولي لنا حاجه كده في دقيقه ونص. هو صغير مش حلو بس ما تزيدش عن دقيقه ونص. ماشي. ها اتفضل. الكون ده كله من صنع الاله الحق، ورساله الاسلام نزلت بين البشر بالحق، ومهما زاد الظلام ويا العباد واغمق، الفجر بعد السواد مع الرسول شقشق. حقك عليا يا رسول الله. الإهانة ليك وليا منهم لله، والعقيدة عندهم إن الحياة دايما الحياة والدوام لله. حقك عليا يا رسول الله.
حسبنا انت ووكلنا يا معين على اللي بيتاجروا في ديننا من سنين، كلنا رافعين ايدينا مهللين، ده احنا عبادك يا رب العالمين وموحدين بالله، حقك عليا يا رسول الله. ابتلاء اختبار هو اكبر امتحان، واسالوني يا بشر ليه الرسول يتهان، ليه امام المؤمنين، ليه شفيع المسلمين، ليه خاتم الاديان. ابتلاء اختبار هو اكبر امتحان، وحدوا ايديكم يا كل المسلمين، واعدوا لهم ما استطعتم، وتمسكوا بالدين، وتذكروا بدر ولا تنسوا يوم حطين، طلقوا السما اتفتحت لكل دعواتكم، ويتولد وسطكم مليون صلاح الدين. وحدوا ايديكم يا كل المسلمين زي ما الرسول قال بالهوادة، علموهم دين السماحة والعبادة، عرفوهم من محمد والمحبة، نوروا الضلمة في قلوبهم حبة حبة، تمسحوا الجهل اللي عاشوه والبلادة، زي ما قال الرسول بالهوادة، حقك عليا يا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وانا مبسوط ان انتي جواكي حاجة زي كده. والنبي اعملي لي شاري كمان. اعملي شاري كمان. فيها يا استاذة؟ ممكن اعمل تمثيل بقى يعني. طيب قولي لي استني بس الاول، مش هنعرف مين اللي علمها الشعر ودخلت ازاي في الموضوع ده قبل ما نختم. انا المفروض كنت اختم وانت بتقولي. خلينا شويه. طيب قولي لي مين اللي علمك الشعر؟ انا بادئه شعر اول حاجه من وانا عندي 4 سنين. جميل. آه بابايا الله يرحمه هو بيكتب شعر، فهو كان قاعد عادي بيقول الشعر لاخواتي وكده، فانا لاني عندي 4 سنين قد كده، فلاني انا علمتك ايه مره كده. أيوة في المكالمه ايوه، لما سكتت تكون بتقرا بنقرا الفاتحه. احنا عايزين نقول للناس عشان انا كويس لو افتكرت في الحلقه الاخيره، لما تشوف صوره حد متوفي بالصدفه اقرا الفاتحه ليه ولكل الاموات. ذكرت حد في دماغك؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، ده صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين. شكرا يا شيخه شادي. صدق الله العظيم. شكرا شكرا يا شيخه. تمام. حد جاب سيرة حد متوفي اقرا الفاتحة ليه وعلى الأموات، هتلاقي نفسك في اليوم بتقرا الفاتحة تقريبا مثلا 100 مرة على الأقل، بتشوف ممثلين في التلفزيون ولاعيب الكورة وشخصيات عامة وسياسيين، بتلاقي متوفيين كتير، اللي تشوفه اقرا له فاتحة وليه الأموات، هتعمل كم حسنات قد كده جنب الصلاة بقى والزكاة اللي أنت بتعملها، تخش الجنة حد في يلا يلا ببلاش أهي. بس فهو كان قاعد بيقول الشعر لاخواتي وكده، فلقاني انا قاعده عندي 4 سنين بقول الشعر معاه بقوله صح. بس فبعد السنه اللي بعدها لما دخلت المدرسه اول حفله للمدرسه كنت في بيبي كلاس او كي جي، خلاني احفظ شعر كبير بتاع ربع ساعه بقوله اصلا. الله. وانا عندي 5 سنين كانت اول مره اطلع فيها مسرح وقلت شعر، ومن ساعتها بقى بياخدوني في مسابقات وحفلات. ما شاء الله. وباخد جوايز وبدخل مسابقات. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انت نورتينا واحنا اتشرفنا بيكي جدا، وان شاء الله في الموسم الجديد باذن الله. ومامتي بقى هي اللي مكمله معايا، مامتي بقى هي دلوقتي بقى هي اللي بقت بتحفظني وعلى طول بتروح معايا الحفلات وكده. طيب قولي لماما شكرا واطلعي فاصل. شكرا يا ماما، دلوقتي فاصل ونرجع لكم في برنامج الحب مع بركات ورحيق. شكرا. للاشتراك في أكاديمية بركات كويلة لرعاية الأطفال والفنون اتصل على الأرقام التالية. بكرة لينا وإيدينا تندهي الأحلام علينا، نخلي طرح قلبي فاتح لسه ما شبابك عينينا، والورد الأبيض بيفتح والشمس على المشنا تصبح، احنا تاريخ بكره اللي حيطلع.